المعرض يعني فكرته بدأت بلوحة، اليوم انتهت ب80 لوحة، طرأت فكرة معرض وحبينا ننفذها. يعني المعرض متنوع اللوحات اللي فيه، فيه شيء رسم يدوي، في شيء حفر على الزجاج، في شيء بيعتمد على الجرافيك الطباعة، في شيء له علاقة بالزخرفة، في شيء له علاقة بتلبيس الذهب على المعدن أو على الزجاج، يعني فيه أشياء كتير متنوعة. وهذا المعرض بهدي لروح شهداء الوطن وشهداء مخيم. المعرض فعلا فيه إبداع، فيه فن أصيل، فيه يعني فعلا يرفع المعنويات تجاه أنه لكل الشباب أن يقوموا بالعمل بهذا الاتجاه وليس استعمال اللغة الإنجليزية، لأن ترى الشباب بين كل كلمة إنجليزية. هذا ليس حضارة، الحضارة الإنسان أن يتمسك بلغته الأساسية. معرض كثير حلو، كثير مميز، عبر فيه أو قدم فيه رسالة من خلال الفن اللي يمتلكه، وهو طبعا دعم، هذا المعرض هو دعم ل أسر الشهداء، دعم لأصحاب وذوي الاحتياجات الخاصة، دعم للمؤسسة، مؤسسة تمكين أو مؤسسة مساواة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. الحمد لله معرض جميل جداً.